إخوان السلام عليكم وعواش المباركة والشابات ساهل عليكم وكل شيء. أهلا، سمحوا لي أنا ما شتونيش هنايا، ولكن شتوني لها في البحر. الهين سخصي تبحر ندي أحمر 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 ماشي أحمر أحمر لا أحمر أحمر شتو هذا؟ مشي تما. أسيدي صحتكم صحتكم. أتاي بالنعناع الأم ديالو شنو هي بغيتو تشربو؟ وليت ندير بحال داك اسمو داك بوصلة اسمو الرمضاني تا هو تيشرب أتاي تيشرب أتاي وتيقول لهم وتيقول لهم خصكم تعملو تقشوف تقشوف جماعي. لي مصطلح لي فكرة حسنة. كان قال الحسن الثاني بكري في ستين التقشوف هذا وهذا بيه. ولكن التقشوف يطبق عليا غير أنايا. ايوا اش التقشف دابا يديروا التقشف اول حاجه يبداو من العاصمه الاداريه ولا العاصمه الفساد الرباط فين جا حلس لا وفسل فين جا لا معليش من تما خصهم يبداو التقشف. قالت لي ديك المراه العمده ديال الرباط قالت لك عندي 2400 واحد ها ديال الاحباش والشباب ما تقول لهم هذوك ولا العايره معليش مش تقول فيهم علاش ما نحبسوا لهم الماندا ستريت واي فينيش لا حبس لهم الماندا وفلوسهم غادي نعاونو بهم الضعفاء بحالي ما عليناش عندك كيفاش غادي ها التقشف هذا التقشف وندوزو عندك ثاني ديك ديك اللي ما بغاش تحشم اسمها نسيت على سميتها نبيله الرميلي هذيك نبيله الرميلي ماشي غير شراتها عند الاحباش شرات لهم الطوموبيلات شرات لهم الطوموبيلات وهما احباش وشرات لهم الطوموبيلات ايوا تا هذه خصنا نبداو بها تا هي تقول لنا شحال عندها من الرباط ماشي كبر من الدار البيضاء رغم ما عندهم الاداره في التخربيق تعمل ذاك بر منهم ولكن فين هما الاحباش ديال الدار البيضاء لا الاوباش كيما قال لهم الحسن مانياش فين هما هو دابا هاد العمده ديال الدار البيضاء خصها تورينا حنا تديها مشا شرات لهم الطوموبيلات عباد الله والناس تيسوفر واش على المحروقات غاليه ما صافي بدك تشري لهم طوموبيلات غير فهاد الوقيته هادي شوف هادو تيتنزو علينا هادو تنزعوا علينا داكشي علاش نقولوا حنايا خصنا واحد الثوره ماشي الثروه الثوره او الثروه ولا نديروا الثوره هي الاولانيه وتبعوها بالثروه الثروه ديال كاسم السلطان خليه الله يشافي قالوا الحق قالوا لي راه فيك عندك الدوله باري فرونسي تيداوى معلوم ما لهموش مشي داوى تما داوى في المغرب يقتلوه كيما قتلوا جدو وقتلوا باه ما عليناش هذوك في المستشفى ديال الرباط ما تحشموا حتى شي واحد هو خايف على راسو اللهم ياك الفلوس ياك الفلوس عنده بزاف الفلوس عنده الفلوس يمشي يطبهم ما يطبهم عليك انت يطبهم على الصحه ديالو يمشي يداوم مع راسو باش يرجع لنا اون فورم يجي نديرو معاه نقولو انت شتعرف شدير حان الوقت وقت ندير واحد شي حل لهادشي قال لي حنا مالنا قلت لكم كم راه عطانا 150 باوند الحكومة دعمتنا على طريق الضرائب على طريق السلطة المحلية، سيطروا لنا 150 بونا أما تاخذها كاش ولا تخليها على الضريبة باش يحيدوا لكم الضريبة عاد يزيدوا لنا واحد 250 ثاني مرة في أوت ولا في أكتوبر الحمد لله ولكن ماشي كافي ولكن اللهم العمى شنو العمى أما في المغرب ما كاينش اللي يقدر يتكلم ما كاينش هذا اسمه هذا الرمضاني هذا الصلاة هذا الرمضاني تيقول لهم هذا ممكن مزيان هذا الرمضاني تيعمل دور ديال الاذاعه المغربيه ولا ديال الاذاعه العريشي هو تعمل تيحلل بواحد النسبه ما نعرفش نقدروا نفهموا منه شي حاجه ولكن علاش هو يفسر لنا علاش لان هذيك الاذاعه وزيد عليها هذيك الديانه اذا اسمها ما يقولوا لها وزاره الديانه ايوا فين هي عندها هي بحال الاذاعه كلشي ولد القحبه مالناش ماشي سوقنا بهم يكونوا ولد القحبه نمشيو ولد القحبه ما تبغوش نسبوا الناس نتهجموا عليهم بافعالهم وناقص 7% عقلوا عليها بافعالهم علاش ما يقولوش دوك الائمه هذوك الائمه شنو تيكفت في الجامع خلينا داكشي قالك حالة ما تقول لهم على عالم لا هما كلهم تيكتبوا في الجامع معليش ماشي سوقنا فيهم ماشي سوقنا تاعنا حنا لي بريس هما اكثر منهم ولكن هادوك الائمه
نيسالي التكفات ينوض يخطب علينا يقول لنا ها اللي ها كيفاش واقع، واش وقع الازمه الاقتصاديه اللي عندنا، شكون سببها، ويفسروا لهم، يفسروا هذوك اللي شكون يمشي الجوامع غير الكوان، هذوك اللي كانوا سكيري وبكري وداك الشيء وهذا، من مشات الصحه بقى غير الفن، تيقلبها تيقلبها تيقول لك انا مسلم، مسلم منافق، انا ماشي سوقي، لانني انا هنايا وانت لهيا، فهمتي؟ شنو هو؟ الاخر تقول له عاود لك سي 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 كمل تقول لك بحال هكا الله تبقى ترد عليك الراي، فهمتي كيفاش قضية؟ فلهذا فلهذا هذا كذا هذا 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 رمضان هذا كذا كذا هذاك الشلح هذا كذا نص نص بلاصه اسمه الدفقير ما جاش ما جاش جا غائب مشى يصوب لي ريدو يصوبو مشى قال داك الشيء يقاد الباك اب يقاد الباك اب ديال اوكي دابا دابا اليوم اليوم البارحه ولا البارحه نتفرج في هذا الرمضاني احنا نتفرج فيه ماشي العصابه نتفرج لانهم عصابه بصح هذا تفرج فيه ولكن علاش علاش ما تجمعوش في البيرو ها البيرو في الاستديو ديالكم واحد هنايا واحد هنايا واحد اللي عنده ديك الاخر تيطفى ليه داك السينيال ديروها في الاداره باش نتفرجوا فيكم ماشي هذا ولا هذا الادرا ما تيستغلها مي تيكون داك اسمه اسمه داك الشرقاوي المعلم ولا ما الاستاذ ماشي مي تيكون داك مي تيكون عنده الظلام بحال عنده الظلام بحال اسمه داك ديال برلين تيتكلم تا هو في الظلام تيكون عنده في الظلام هذاك الرمضان تيخرج وتيبقى يتكلم يتكلم تي بحال البرنامج داك ديالو بحال ما بقاش عصابه ديال العاصب فلهذا ما عليش نشكروه على هذا ولكن ما قالش لنا قال لك شويه على الاذاعه شوف هادو حمير هادو حمير هادو الوزراء حمير بمعنى الكلمه بمعنى هادو تقول لهم السكرتير ديتا الكل تحتهم فوقهم ما عليناش بحال بحال ان كل ما اي سي دي سي ضربوا ضرب ما عليناش علاش ما يخرجوا يتكلموا لنا فسروا لنا احنا جهلاء عباد الله احنا ما قاريينش راه احنا ما قاريينش وكنا قاريين ما نبقى نتفرجوا في نفرج في راسي فهمتي فهمتي كيفاش قضيه شكون هادو صحابي جاو ولا ولد الولد فهمتي كيفاش قضيه واحد صاحبي عيط لي من المدينه ديال البحر قال لي غادي يكون جاي يدوز عندي مرحبا به ما عليناش فهمتي كيفاش قضيه دابا هادشي دابا هادو زعما تيفسروش لينا ما تيفسروش لينا يقولوا لينا اشنا هو ديك المره واحد انجينير ديال سمير واحد حقوقي ما كان مع داك بديل انا الحباده والحباده والحباده والوداد والرجاء والطاسة وسيدي قاسم يقول هذاك 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 اسمه مداوي كان مع المداوي قال لي ودي بان هذا سمير نقدروا نشروها حنايا حنا كلنا في البوت نجمعوا فلوس ونشروها نشروها ولكن اخرش ما يخليكش قال لي غير 20 مليون هو اللي غتقام على الدوله الى الدوله شاتها مدير 20 مليون حي من هذه حي من هذه حي من هذه صافي خصو يعطيو 20 مليون ياخذوا الصوار ديال سمير لا ايوا دابا وفدوا مع القضاء القضاء العالمي والقضاء ديال تيماروكا وكل شيء العالم العالم وهذا القضاء ديال المحل والمعلم دي وفدوا معاهم قال لي 20 مليون فسرها هذاك فسرها لنا فسر لنا كيفاش هذا لا سمير ايوا هذا دابا قال لك 20 مليون احنا ما عندناش الفلوس هاد الجاليه هاد الجاليه قول ما دخل الفلوس هو خلي الفلوس في كرك يدفعوا من الصندوق الصندوق ديال سمير ونشريو لها سمير وتولي اما نسميوها ديال الجاليه ولا نسميوها ديال ما عرف ديال فهمتي 20 مليون 20 مليون دولار 20 مليون باوند ديال المرة دولار ديال 20 مليون ديال الدولار يقدروا هذا ايوا اش من دولار نشريوها علاش ما نشريوهاش وندير ثاني ندير مشروع اخر كيما كان الحزاري كل 50 نبنيو لنا سمير اخرى ندير سيدي قاسم نرجعوها وناخد وندير نبنيو في سمير في ما جا في ما في بان شي حاجه شي ارضيه نستولوا عليها وناخدوها ونديروها لنا سمير حنا البحر كلها البحر نديروها ثاني في هذا رجله في الاصفر فيك الفوسفات ناس يعدين الخرا بالماء الماء مسخ الماء مسخ وكيما عم تتكلم عم غادي يتكلم ما تقول لي ديك الهيره ديال اللي بغا واد الحار اليوم واد الحار اللي شفتي في واد الحار في الدار البيضاء عام الخبله الخرا خارج تكلم معاه نقول لك انت اش داك الشيء هذا وانت ندير لك انت اش داك الشيء فهمتي كيفاش قضيه ولا دابا انتوما دابا انا تمشي نتبحر مع راسي ما تنخرجش نبقى ديما كنتخوف من البحر لان حنا قالت لي قالت لي البحر والعافيه والمخزن ما تعبش معاه عمرك ما تجرب هذا عاد ديما بعد من الاول حنا قالت لي ايوا فهمتي انا كنت خدام دار معنا فلهذا انا ما نطولش عليكم بزاف لان تبع لي الطريق وتبعني هذا بالمعجون صبت المعجون قلت لك صبت لكم المعجون ما فيش المعجون واش فيه فين هو الزيت الكيف الا قلت عندنا الزيت غالي وهذا فيه الزيت الكيف استعملوا كيف وصبوا من الزيت نديروا في الحلويات ونديروا في الكعب غزال ولا نديروا في المعجون
الله يطيرني. فلهذا اقول قولي ولا شنو تحفه ولا سوقي تحفه تحفه قالوا في المغرب لي بان لي السداد ولا المضارب ولا شنو السداد تيبان لي يكون مغربي منين لاخر فيديو قال لي راه في المغرب ولا كان في المغرب حنا سوقنا المغرب الدوله ديالو يمشي وقت ما بغى منين دي ايوا شي هذا قال لي قالوا قال لك اسمو هادو هذا الرمضاني فهمتي راه بدي يتحرك راه خرج ليها ديريكت من هنا الناس يغوتوا واش حنا نبقى نقولوا كيما قال لك كيما قال لك هو قال لنا ولا حنا قلنا ليه حنا قلنا ليه الحاس كابا هو قال لنا ماشي الحاس كابا دابا هو خرج انا باش قال ما نقولوش انا الحاس كابا الا كان شي حاجه غنتكلموا عليها نتكلموا عليها ها بدا يتكلم مزيان قال لك الوزراء يخرجوا لك وزير الصناعه يخرج يفسلينا باش يجيب الفلوس ديال السعد يخونهم فهمتي ولا وزير الطاقة فيها الطاقة هي الشمس قلت الفارة وما عندناش طاقة هي وكاين خصو يتكلموا لنا يفسروا لنا كيفاش علاه يفسروا وزارة الفلاحة كسكت عليها فهمتي يفسروا لنا فين تيمشوا اللي اسمو الله اش عليك مد بلاك اليوم يا اخي اش عندو فكرني قال لي الدعم هذاك الدعم فين تيمشي ديال الفلاحة فين تيمشي الدعم وخيزو مع وجه مشي رجع فلوس يعني قال لي واحد اللي فتكون يبقى في المغرب هو يبقى الحمد لله ما بقاش ما نقولهاش قلت له هذا فين هو فين هو يخرجوا الوزاره يفسروا لنا يفسروا لنا يفسروا لنا بلا يجيبوا هذا ولا يدير لنا واحد الحمار قال لك هو الناطق الرسمي اش من ناطق رسمي ينطق الكر بعد ما ينطق لينا حنايا فلهذا انا كما قال انا ماشي مع حنايا هذا الحضره تقول فيها اللي تقول فيها اسمه والله نسيت اسمي رمضاني رمضاني كنا نقول قبل هادي انا بالقناة 3 سنين نهار بديت نشوف وجهي في التلفزيون هذيك الساعه انا بديت الهضره ايوا بدي يقول فيها دابا قال لك ما ديروش لي الثومه ناكل الثومه بفمي اسيدي انت هذيك اللي تاكل الثومه بفمنا تاكل الثومه ما عرفت كيفاش بحال هكاش حنا والو حنا تنقولوا الصراحه ما خايفين من حتى شي واحد فهمتي ما خايفين لا من هذا ولا من هذا الحمد لله اش بغيديروا لنا غادي خصنا بحال في الموت صافي نموتوا الشهداء هذيك الرونه شنو دفنوا الرونه الشهداء الا باقي شي بلاصه تما مالي غنمشي بحالتي وغادي نولي لكم بعد قليل ندير لكم الدعايه لا ما كاين لا دعايه لا ولا عبد الكركم السلام عليكم فلهذا انا غنمشي وغادي نمشي اخوان شكرا على متتابع تابعتكم لهذا البرنامج سمحوا لي الا كنت غائب ما كنتش غائب غائب لان خصني انا نستريح وما كانش شي ما كانش شي تبريكات ما كانش شي قطعه غير يقطعوا بها فهمتي باش انا خصني نجيب لكم قطعه نجيب لكم قطعه نجيبها هنا نجيب لكم المرة قطعاش بان لكم ناقصة مشى هذاك اسمو هذاك الدافق ما في مشى ياك ما مشى للبلاد يحسب ولا يجمع ياخذ حقه من الارض ديال جدودو ولا باه معليش فلهذا كنت معكم انايا من هنايا مع السلامة وشكرا جزيلا اشتمل الرجاء دابا الوقت راح تقولت على الرجاء فهمتي ولا غادي نقرع عليك الله يرحم بك هذه غير كورة مرة نربحوكم ومرة ما نربحوكمش مرة نخلي لكم الماتش ومرة ما تخلي لنا الماتش فلهذا كنت معكم انايا وعاش الوداد عياش لا عياش هذه خاصة غير الوداد ولا الرجاء اما الباقي كلشي يحيى السلطان اللي كان في فرنسا هذه الدواء الله يشافيه ويرجع تيك يور تايم ماي فريند تيك يور تايم اني تايم يو ونت تو كم باك ليت مي نو نجي انا بغيت نمشي عندو لك الدولي باري فرونسي وكي بالي فرونسي فيها هكاك داير هكاك داك اسمو هذاك ديال القرودة هذاك هذاك القرودة عندي من حالنا اللهم خلي لك داك المجهز ولا ما شنو تقولوا ليه خالد المجهز ها هو كان معكم انايا مع السلامة.